ما في ريحة. ينسون. كراوية. هيدا رز ناعم ما إله ريحة. مندقها مع شوية سكر تما تلزق. هيدا نشا. نشا ما إله ريحة. وهي موارد. للمغلي عايزين مي، ينسون، كراوية، قرفة، رز ناعم وسكر. أنا عارف قديش بدها وقت على النار، بتبلش تقسى شوي شوي شوي، أخذت أقل من ربع ساعة، من مي على شيء هيك كريمي، شوي شوي، أهم شيء ما تحترق من تحت، وما كتير تقسى ما تصير قاسية تحت السنين. صار وقت، طلعها. للمهلبيه بدنا مسكه مدقوقه مع شويه سكر، حليب بودره، سكر، مي، نشا، مزهر وموارد. مندق المسكه مع السكر تما تلزق، اذا دقيناها بلا سكر بتلزق بالجرن وما بتعود تطلع. كتير هينة وكتير سريعة، أسرع بكتير وأهين بكتير من المغلي. بلشت تقسى كتير، بلشت تقسى منيح. كتير مهم تضلكم تحركوا كرمال ما تلزق تحت، كرمال ما تحترق. بلشت ريحتها تطلع. بعد شوي منزيد المسكة، ما منحطها بالأول تما تمرمر وتما تنزع على الطبخة. يعني شو بدي اخبركم بالمسكي بالمزهر بالموارد، حاسس حالي هيك بنوار بالسبا وعبالي اختص فيها.
هلا بنسكب بنترن تيسقعوا بننبسط فيهم بعد الظهر. دسير هين بنبسطوا فيه الولاد بتعملوه بالبيت. هيدا المهلبية ريحتها حلوة كتير، طعمتها ولا أهم من هيك، بتحسسكم أن طلعتوا على الضيعة، أنكم برمتوا لبنان أنتوا قاعدين بالبيت. يعني تخيلوا حالكم حدا ولد وعندكم شي مناسبة وكله مغلي كل السنة، ما حدا قال أنه المغلي لازم يكون بس ساعة فيه ولادة. قرشة القلوبات بالآخر عظيم.